أعلنت اللجان الشعبية في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس إغلاق المخيم حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في المخيم والقدس الشرقية وضواحيها وسط عدم التزام من المواطنين في تلك المناطق. عندنا تقريبا 100 حالة وفي 5 أطفال قاعدين مع بعضك يا عمر، الله يخليك. ما بصير، الله يخليك، أتمنى عليك. بغضون دقائق الجميع يكونوا. بهدف حماية الجميع، يتفقد زكريا المحل التجاري المخالف في مخيم قلنديا شمالي القدس بعد قرار بإغلاقه حتى إشعار آخر. فلا مكان للمجازفة هنا بعد رصد أكثر من 40 إصابة بفيروس كورونا بين سكان المخيم. فطبيعة الحياة الاجتماعية والاكتظاظ السكاني دفع اللجان الشعبية إلى عدم المخاطرة بسكان المخيم جميعاً. مخيم قلنديا كيلومتر مربع واحد فقط، يسكن داخل مخيم قلنديا 18,000 نسمة، وهذا طبعا لا شك أنه يشكل خطر حقيقي وانتشار سبب مقنع لانتشار هذا الوباء في ظل هذا الاكتظاظ. ونتحدث طبعا عن عيادة واحدة داخل مخيم قلنديا يوجد فيها طبيب واحد طبعا تابع لوكالة الغوث، وهذا لا يفي الحاجة الضرورية لمنطقة قلنديا. المشهد في مخيم قلنديا ينطبق على باقي المخيمات في ضواحي القدس، فقد سجلت القدس الشرقية ما يقارب 900 إصابة بمعدل يومي يصل لأكثر من 100 إصابة. المرحلة الثانية الأعداد بتتزايد، وللأسف المواطنين مش عمالهم بنصاعوا لكل تعليمات الوقاية والسلامة. أنت بتحكي عن ضواحي القدس اليوم، كل يوم بشكل عام في عندك أعراس، في عندك أفراح، الناس التجمعات مش عمالها بتلتزم، دائما بخلطوا بعضهم. يعني للأسف الشديد إحنا ما ضلش أمامنا إلا شغلة واحدة اليوم، كل واحد بتصير عنده فيروس كورونا إنه أنت تعلن عن اسمه عشان الناس تبعد عنه، لأنه للأسف المواطن بتقول له عندك فحص بتلاقيه في الدكان بعد ساعة. معطيات وأرقام تشير إلى أن نسبة الالتزام ضئيلة، ومهما اتخذ من إجراءات الإغلاق أو غيرها يبقى التعويل على السكان في مناطق إن تجولت فيها ترى مظاهر الإهمال واضحة. أعداد المصابين بات يرتفع بشكل يومي في القدس الشرقية وضواحيها، فالموجة الأولى يبدو أنها لم تكن درساً كافياً للالتزام والوقاية، لتعود الموجة الثانية وتضرب هذه المناطق من جديد التي أغلق بعضها بشكل كامل. ثروة شقرة الحرة من مخيم قلنديا شمالي القدس.